الأميرة أشرف الملوك بهلوي التي لقبتها الصحافة الفرنسية بالنمير الأسود هي توأم شاه إيران محمد رضا بهلوي، حيث أنها ولدت بعده بخمس دقائق فقط. اشتهرت بتمردها وبقوة شخصيتها واعتبرت من أقوى النساء في البلاط الإيراني آنذاك. تزوجت ثلاث مرات وكان لها تأثير واضح على السياسة الإيرانية. عنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، حيث سنقدم لكم أبرز المعلومات عن الأميرة أشرف الملوك. لكن قبل أن نواصل ندعوك عزيزي المتابع إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. في 26 من أكتوبر سنة 1919 رزق القائد العسكري رضا خان بتوأم متكون من ابن وابنة ليطلق على الذكر اسم محمد وعلى الأنثى اسم زهراء. كانت زهراء أصغر من أخيها بخمس دقائق فقط، حيث أنها تشاركت رحم والدتها مع توأمها الذي أصبح فيما بعد إمبراطور إيران. وعندما وصل والدها إلى الحكم أصبح أخوها وليا للعهد ولقبت هي بأشرف الملوك. وفي أوائل الثلاثينات من القرن الماضي كانت أشرف بهلوي وشقيقتها الكبرى شمس ووالدتهما تاج الملوك من أوائل النساء الإيرانيات التي توقفن عن ارتداء الحجاب. وعندما شبت الأميرة أشرف بهلوي قليلا لم يسمح لها بالالتحاق بالجامعة، وبدلا من ذلك تم تزويجها سنة 1937، أي عندما كانت في 18 فقط من عمرها، من ميرزا خان قوام. أنجبت من زواجها هذا ابنا واحدا وهو الأمير شهرام بهلوي نيا الذي ولد سنة 1940. أما زيجتها الثانية فلقد كانت من المصري أحمد شفيق، والذي تزوجته خلال الفترة التي ربطت طهران بالقاهرة بعد زواج أخيها من الأميرة فوزية فؤاد. كان أحمد شفيق بيك المدير العام لهيئة الطيران المدني المصري، ولقد كان زواجه من الأميرة أشرف الملوك سنة 1944. سافر الزوج المصري إلى إيران وحصل على جنسيتها، إلا أنه تطلق من الأميرة سنة 1959، أي بعد أن دام زواجهما 15 عاما. أثمر هذا الارتباط المصري الإيراني عن ابن وابنة، وهما الأمير ولاء جوهر شهريار والأميرة أزاد شفيق. وأما الزيجة الثالثة لأشرف الملوك فلقد كانت من مهدي بوشروي، وهو سفير ورئيس المهرجانات الثقافية في إيران. تتهم الأميرة بأنها كانت السبب في طلاق أخيها من الأميرة فوزية فؤاد، وهنالك من قال بأنها كانت تغار منها. يقال بأن الأميرة أشرف الملوك بهلوي لم تكن راضية عن جمالها، حيث كتبت مرة: لقد تمنيت وجه شخص آخر، بشرة أكثر نعومة وطولا أكثر. حيث يقال بأن الأميرة كانت تتخيل دائما أن هنالك عددا قليلا جدا من الناس أقصر منها. كتبت أيضا في مذكراتها أن الصحفيين الفرنسيين قد أطلقوا عليها لقب النمير الأسود، واعترفت بأنها أحبت هذا الوصف، وذلك لأنه يقترب من شخصيتها الحادة والواثقة. وفي سنة 1976 تعرضت الأميرة الإيرانية لمحاولة اغتيال في سيارتها، حيث أطلقت عليها 14 طلقة في العاصمة الفرنسية باريس، ولكنها نجت بأعجوبة بدون أي إصابات. قلبت حياتها رأسا على عقب إثر قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، حيث تمت الإطاحة بأخيها لتنتقل الأميرة بين باريس ونيويورك، ولتنشر بعد ذلك مذكراتها التي انتقدت فيها النظام الإيراني بعد الإطاحة بحكم أخيها. كتبت عدة كتب أخرى، وتوفيت في موناكو عن عمر يناهز 96 عاما، حيث عمرت حتى سنة 2016، وكانت تعتبر أكبر العائلة البهلوية سنا. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.